لو انت عندك جهاز سكر وبتقيس السكر في الدم، انت بتقيس اي نوع سكر؟ اكيد بتقيس سكر الجلوكوز في الدم. طيب حضرتك لما بتاكل فاكهة وبتتناول فاكهة، الفاكهة دي فيها سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهة، هل تقدر تقيس سكر الفاكهة في الدم؟ لا. طيب السؤال الثالث، هل سكر الفاكهة بيخرج هرمون الانسولين من البنكرياس؟ او هرمون الانسولين بيخرج من البنكرياس لما بتتناول سكر الفاكهة او سكر الحليب، لكن لما بتيجي تعمل قياس للسكر في الدم انت فقط بتقيس سكر الجلوكوز. معنى كده ايه؟ في ناس كتير جدا بيكون عندها مرض السكر وبتفضل تتناول فاكهه بكثره، وبيبرروا تناول الفاكهه ان هم لما بيقيسوا السكر يقول لك انا سكري مظبوط، سكري لم يرتفع. مين قال لك؟ الكلام ده غلط. انت لما بتيجي تقيس سكر الدم انت بتقيس سكر الجلوكوز، لكن سكر الفاكهه انت مش بتقيسه لان مفيش جهاز بيقدر يقيسه، لان الخلايا في جسمنا مش بتقدر تستهلك وتعمل ميتابوليزم لسكر الفاكهه وسكر الحليب. اللي بيقدر يستهلك سكر الحليب وسكر الفاكهة هو الكبد، وبيحولهم للأسف إلى دهون. وعلشان كده قلت لك أكتر سبب يؤدي إلى تراكم الدهون على الكبد سكر الفاكهة وسكر الحليب، هما دول أكتر أنواع السكر بتعرضك لتراكم الدهون على الكبد. يعني في النهاية أنت عرفت أنك أنت لما تاكل فاكهة أو تشرب حليب هرمون الإنسولين بيخرج من البنكرياس، لكن لما تيجي تقيس السكر اللي في الدم انت بتقيس سكر الجلوكوز فقط، لكن سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهه وسكر الجلاكتوز المشتق من سكر الحليب مفيش جهاز بيقدر يقيسه في الدم، رغم ان سكر الفاكهه وسكر الحليب الاثنين بيخلوا البنكرياس يطلع هرمون انسولين، ولما هرمون الانسولين يتم افرازه بكثره فانت بتتعرض لمقاومه الانسولين وانت مش واخد بالك. علشان كده كثره تناول الفاكهه وكثره شرب الحليب يؤدي الى حدوث مقاومه انسولين بدون وعي، بدون ما تاخد بالك، وتيجي تقيس كميه السكر في الدم تلاقي سكرك مظبوط، لان الجهاز اللي انت بتستخدمه يقيس فقط سكر الجلوكوز في الدم.